أسوس بيو. كيفاش نحافظوا مع بعضنا على صحة بشرتنا وشعرنا بحاجة بيو بأقل تكاليف توت سويت في أسوس بيو. أسوس بيو. زيت قلوب الهندي الويل دو فيك دو بارباري هو مستخلص من ثمرة الهندي بيان سور وهو برمي أحسن زيوت في العالم وسيختو نلقاوه في برشا بلدان كيما المكسيك أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. زيت القلوب الهندي هذا فيه برشا فيتامينات وخاصة الفيتامين أو والفيتامين بي 5 وغيش زيادة بالمعادن الصحية والزاسيد أميني الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة. وهيك على زيت قلوب الهندي ديرنييرمون يستعملوه برشا في مستحضرات التجميلية كيما الكريم للوسيون وبرشا حاجات اللي تحسن البشرة. دونك شنو هي فوائد التجميلية؟ كيما قلنا زيت قلوب الهندي غني بالفيتامين أو والأسيد أنيمي وبرشا مواد فيها فوائد على بشرتنا. أول حاجة زيت قلوب الهندي حاجة به برشا لترتيب البشرة، به برشا زيادة لشد البشرة سيغتو المترهلة، ويساهم زيادة في تأخير ظهور الغيد على البشرة وسيغتو تجاعيد المبكرة، يقلل زيادة من فاخ متاع العينين ولا ساغن، يقلل من الحمورية متاع الوجه سيغتو الحمورية اللي جاية من الشمس. دونك عرفنا فوائد زيت قلوب الهندي على بشرتنا وتوا باش نعرفوا مع بعضنا طرق الاستعمال. ناخذوا 2 إلى 3 غوت من الزيت هذايا متاع قلوب الهندي، ندهنوا البوم تاعنا في الليل، نعملوا مساج اونتر 2-3 مينوت، ومن بعد اللي البوم تاعو مزيت غاز يخليه 30 مينوت وبعد يغسل وجهه بالماء. سينو اللي البوم تاعو ساش نجمو نخليوه ليله كامله والصباح نغسلو وجوهنا بالماء. نجمو نستعملوه زيدا سو فورم دو ماسك. كيفاش؟ ناخذوا شويه بابونش، كاس ماء صافي، مغرفه زيت قلوب الهندي، مغرفه صغيره من الالوفيرا، و 2 غوت من زيت النعناع الاساسي. توك اون ديغي باش نعملو انفوزيون، نغليو الماء ونحطو فيه البابونج لمدة 5 مينوت. بعد كي نصفيو الماء بالكدا ناخذو البابونج المغلي هذاك نزيدوه الصبار زيت النعناع زاده ونخلطو المكونات بالباهي. نزيدوه بعد ما خلطناه نحطوه على بشرتنا ونخلطوا مكوناتنا بالباهي، نظفوا بشرتنا بالكدا وبعد نحطوا الماسك على وجوهنا لمده 20 مينوت، بعد نمسحوا وجهنا بكوتون. والماسك هذا نجمو نستعملوه مره في الجمعه باش نرجعوا النظاره والحيويه لبشرتنا. وهذه كانت استوس بيو اليوم، نمشيو مع بعضنا الكونسي دكتور. استوس بيو.